موجز لأهم أنباء نقدمه لكم من شوف تي في. أهلا بكم. الرئيس السنغالي ماكي سال كيشيد بالأفاق جديدة للتعاون المغربي السنغالي من بعد زيارة الملك محمد السادس للسنغال. وعبر الرئيس سال عن ارتياحه التام للمستوى المتميز للعلاقات السنغالية المغربية، مبديا على الخصوص ارتياحه للأفاق جديدة اللي كتفتحها الزيارة في مجال إنجاز مشاريع تنموية في إطار الشراكة بين البلدين. وأشاد أيضا بتدشين مساحة محمد السادس لطب العيون ووحدة أويست أفريكا فارما لصناعة الأدوية خلال زيارة العاهل المغربي. في خبر آخر، وعلى ما كيبان أنه زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند المرتقبة للمغرب نجحت في استعجال تحديد تاريخ لعقد دورة برلمانية استثنائية، وهذا بعد ما فشلت الحكومة ومجلس النواب خلال انعقاد عشية يوم الثلاثاء الماضي في تحديد تاريخ محدد. ويرتقب أن يقوم الرئيس الفرنسي بزيارته الأولى للمغرب يوم الرابع من الشهر المقبل، وغادي يقوم بإلقاء خطاب أمام النواب البرلمانيين. غادي يعقد المكتب السياسي لحزب أصل والمعاصرة اجتماع نهار 2 المقبل، بحيث من المنتظر باش يتم الحسم بشكل نهائي في مصير عبد اللطيف وهبي رئيس فريقه النيابي، وارتفاعات الأصوات من داخل المكتب السياسي باش يتم إعفاء وهبي من هذه المسؤولية، بالأخص من طرف عزيز بن عزوز رئيس قطب التنظيم وحكيم بن شماس الناطق الرسمي باسم الحزب ومحمد بن عزوز وخديجة الرويسي عضوي المكتب السياسي. قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل النظر في ملف اللي كيتابع فيه المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بن علو ومن معه إلى يوم الخميس المقبل، وكيجي قرار التأجيل من أجل تجديد استدعاء الشهود تحت إشراف النيابة العامة في هذا الملف اللي كيتابع فيه 12 شخص، 3 منهم كيتابعوا في حالة اعتقال، وهم المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات ومدير الديوان ديالو والمدير المالي المسؤول عن الصفقات. وقع البارح بالليل شجار كبير بين أنصار الوداد والرجاء قرب القاعة المغطاة لنادي الوداد فرع كرة السلة، بحيث كان عشاق الحمراء الوينرز كيعقدوا اجتماع ديالهم في الوقت اللي كان فيه محبو الرجاء كينتظروا بالخارج ديال القاعة، بحيث اختلط الحابل بالنابل وتمت إصابة الرجل فراسو إصابة بلغة وامرأة بجروح خطيرة في الجبهة ديالها بعد ما تم استعمال قنينات مكسورة في مشهد خطير. وتم اعتقال 16 شخص من أنصار الفريقين، بحيث تم ضبط سكاكين من الحجم الكبير عندهم، شيء اللي كيعني أنه الطرفين كانوا كيعولوا على ارتكاب مجزرة ولم يتم التعرف على الأسباب اللي أدت لهذا الاشتباك. بهذا الخبر المشاهدين كنوصل لنهاية الموجز، لكم أطيب وأرق تحايا من كل طاقم شوف تي في تقنيين وصحفيين. إلى اللقاء.